نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتضامن مع منظمات دولية أخرى ندوة حول الأطفال والأزمة الإنسانية في اليمن، وذلك على هامش مجلس حقوق الإنسان، حيث طالب فيها الخبراء والنشطاء المجتمع الدولي بالانتباه إلى معاناة الشعب اليمني خاصة شريحة الأطفال، مؤكدين على الدور الإنساني المتميز لمركز الملك سلمان في اليمن. So actually, Yemen is the world's worst crisis, humanitarian crisis. The King Salman Relief Center and all their staff is doing incredible efforts. I have been with them since a year and more, and I can see that in this terrible crisis, they have many, many projects. I think up to now they have 324 projects, $2 billion. This is the biggest humanitarian aid contribution in Yemen. وجهت منظمات حقوقية دولية في جنيف اتهامات لجماعة الحوثي في اليمن بتجنيد الأطفال والدفع بهم لحمل السلاح والقتال في حروبها المختلفة، مما يعتبر انتهاكا صريحا للمواثيق الدولية الخاصة بحقوق وحماية الطفل، وطالبت تلك المنظمات المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان بحماية الأطفال في اليمن. نحن هنا لإيصال رسالة معاناة المواطنين اليمنيين وكذلك الفئات الضعيفة كالنساء والأطفال من ميليشيات الحوثي وممارساتها الإرهابية في حق المرأة والطفل، ونركز بشكل كبير على ممارسات الحوثي في الأطفال كاستخدام الأطفال في التجنيد الحربي في تناقض تام لكل المواثيق الدولية ومنها اتفاقية جنيف وكذلك القانون الدولي الذي صدر في روما الخاص بجرائم الحرب وكذلك قانون العمل الدولي. تطرقت الندوة إلى الوضع الإنساني في اليمن وتقييم موقف المجتمع الدولي من الأزمة الإنسانية، إلى جانب قضية إعاقة وصول المساعدات من قبل ميليشيا الحوثي التي تسيطر على مواد الإغاثة المختلفة والمقدرة بنسبة 60% من إجمالي المساعدات، ومتى تأثير تلك الأزمة على شريحة الأطفال في اليمن. الكثير من الخبراء والنشطاء بمجلس حقوق الإنسان أشادوا بالأعمال الإنسانية التي يقدمها مركز الملك سلمان الذي يعتبر نافذة إنسانية للمملكة العربية السعودية. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية، مجلس حقوق الإنسان، جنيف.